يعني من موضوع الرياضة بدنا نروح لحدا يعني مميز جدا، بدأت حياتها تحت الأضواء وهي بعمر 18 لما شاركت وفازت بمسابقة مس لبنان سنة 98، ومن وقتها حملت قضايا المرأة والمجتمع على كتافها وشاركت بحملات وقادت مبادرات إنسانية كثيرة. بنتكلم على كليمونس أشقر النهارده، هي واحدة من نشطاء السوشيال ميديا اللي موجودين على السوشيال ميديا وكمان على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، تيك توك بقى وانستجرام وكل المنصات، بتحاول من خلال محتواها تنشر الوعي وتقدم الاستشارات الحياتية لمتابعيها، كمان بتناقش مواضيع كتيرة زي الثقة في النفس والاهتمام بالشكل وغيرها اللي مش بعيد خالص عن اللي احنا اتكلمنا فيه في حلقاتنا. بالظبط، رح نحكي أكتر مع كليمونس، بس بالأول خلونا نشوف جزء من المحتوى اللي بتقدمه. عيب مش ما بيصير، شو بيقولوا الناس اذا بيصيروا هول الجمل قوانين كودز صوتنا الداخلي يلي بيقلنا كيف لازم نعيش ومين لازم نكون، يعني يلي بيحدد لنا حقيقتنا وهويتنا. يعني اذا الهدف راس الجبل رح تحسوه بعيد صعب بخوف، وهالشي رح يخليكم ما تلاحقوا هالهدف. عم بحكي عن الضايع بين عدة ثقافات وعدة اتجاهات، لا مبسوط هون ولا مبسوط هون، انت بعقلك عم مفترق طريق، يا بتروح يمين يا بتروح شمال. نصيحة، خود قرار بحسب أولوياتك، يمكن أقنعكم يمكن لا، بس أكيد رح شارك. خلونا أكيد نرحب بصانعة المحتوى كليمونس أشقر، يعني أهلا بيكي منورة. أهلا وسهلا. شكرا شكرا، أهلا بيكم، ميرسي على استضافتي. يعني محتوى على السوشيال ميديا مغاير تماما اللي ممكن الناس تتوقعه من ملك الجمال لبنان، يعني احكي لنا شوية عن المحتوى، انت ليه اخترت الطريق ده تحديدا؟ صراحة أنا بمرحلة الكوفيد كورونا تغيرت كل حياتي، لأنه هيك مثل ما دايما بقول كانت مرحلة صعبة، الناس رجعت لذاتها وفدت لحالها أكثر، فكانت مرحلة هيك سيلف ريفلكشن فكرنا فيها كثير، ورحت فيها على طريق الكوتشينج واللايف كوتشينج، صرت مدربة حياة من الـ ICF الـ International Coaching Federation. وصراحة it was a life-changing experience، تغيرت حياتي وصرت من خلالها أحب أكثر ساعد الناس يلي حابة تفهم حالها تكتشف حالها، ومن خلال كل هالمرحلة كمان اكتشفت قدي منعيش ضغوطات اجتماعية كبيرة أوقات بتبعدنا عن ذاتنا، وقدي مهم أنه الواحد يكتشف ذاته ويفهم حاله حتى يكون سعيد صح حياته. يعني كليمونس، من موضوع الجمال اللي كنت فيه في 98 لموضوع اللايف كوتشنج، خلينا نحكي على نقطة كتير مهمة، ممكن لأنك أنت خدت هاي التجربة ممكن تكوني أكثر شخص مناسب يعطي هاي المعلومة أو النصيحة. معايير الجمال زمان مقارنة باليوم، بشو اختلفت وشو يعني أصلا الجمال؟ هلا هو أسهل تعريف عن الجمال هو أنه خلقت ربنا، يعني ربنا خلق الجمال وبنشوفه بكتير أشياء، والجمال دايما بيتغير بحسب نظرة الشخص وتقييم الشخص للجمال. هلا بشكل عام بالزمان كان الجمال هو خلقت ربنا وبس، خاصة إذا بنحكي عن السيدات كانت الوحدة مع الوقت ومع العمر يصير عندها خبرة بشكلها كيف تجمل حالها تكحل حالها، وكان يمكن إذا عندها قدوة أو رول موديل تتأثر بشخصيات أوقات عالمية أوقات محلية مشاهير، بس بشكل متوازن خلينا نقول. هلا مع السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي كلها، مع الفلتر الإيفكت كل هالأمور، التكنولوجيا اللي صارت موجودة وبشكل مباح وسهل يعني خلينا نقول للكل وبكل الأعمار، غيرت معايير الجمال كلها. أول شيء صار في معايير غير واقعية، الناس عم بتشوفها بتتعرض لها، بالشباب المراهقين عم بيتعرضوا لها، صار الشكل أولوية، صار اليوم الناس تحكم على بعضها من خلال شكلها، بتقيم بعضها من خلال صح شكلها، وصارت معايير الجمال منا واقعية كثير خلينا نقول للأسف. طيب انت بتحاولي توعي العالم على السوشيال ميديا طبعا من خلال محتواك، قد ايه الموضوع ده بالنسبة ليكي يعني خلينا نقول ايه بقى مسؤولية مجتمعية لازم ان انت تركزي عليها بشكل كبير جدا؟ هلا انا اللي بحاول اعمله بكل بساطه انه انقل خبرتي
في خبرتي الشخصية الاجتماعية والمهنية خلال كل هالسنين وانتقالي من مجالات اجتماعية مختلفة، وهالشيء اقترن بدراستي يلي خلال 3-4 سنين هلأ عن جديد، غير دراستي بعلم الاجتماع، دراستي بالكوتشينج، اكتملت خبرتي، صار فيه انقل هالشيء للناس قد ما فيه، قد ما في انقل هالشيء للناس. بعتبر انه لازم هلا من وقت فتره الكوفيد، برجع بقول صارت اهميه المنتل هيلث، الصحه العقليه والنفسيه بطلت تابو، بطلت موضوع ما بينحكى فيه، صار موضوع اكثر يروج له بينحكى فيه بكل المجالات، وهذا شيء كثير مهم. فلازم نوعي له اكيد، بس بطريقه متوازنه وصحيه، لانه الناس صارت بحاجه لهالشيء بعتبر. طيب خلينا نحكي على نقطه كثير مهمه، وهي فكره حب الذات. هو يمكن مفهوم كثير فضفاض، لو بدنا نيجي نحكي عنه كمنظورك او من منظورك الشخص اليوم، شو راح تخبرينا عنه؟ بتعرفي بمجتمعاتنا فكرة حب الذات تربينا أنه ناخدها بطريقة سلبية. يعني اليوم أنه واحد يحب حاله يعني واحد أناني أو self-centered، نحن منفكر هيك، بس هي حب الذات شيء أساسي، لأنه اليوم ما فينا حد، ما فينا نعطي من كباية فاضية. يعني اليوم نحن لازم نكون مليانين حتى نقدر نعطي اللي حوالينا بشكل صحي ومتوازن. فلازم نعرف نحب حالنا لنقدر نحب غيرنا. بشو بيمرق حب الذات؟ يعني سيلف لوف، وقت بنقول سيلف يعني الذات، عم نحكي عن السيلف اكسبتنس، عم نحكي عن السيلف ديسكفري، لنوصل للسيلف ورث. سيلف ورث يعني القيمه الذاتيه. يعني اليوم واحد بده يكتشف حاله، يفهم حاله بالعمق، شخصيته، هويته، يقدر يحدد هويته، هيدي اهم شيء بالعمق، حتى يقدر يقبل حاله حتى بضعفه بقوته، يعرف يتعاطى مع حاله. هون بيجي السلف كير، حتى اخر شيء يقدر يحدد السلف وورث، يعني اللي هي قيمته الذاتيه، لانه هو بده يحدد قيمته الذاتيه بغض النظر عن شو بحقق او شو ما بحقق، بغض النظر عن الاكسترنال اتشيفمنت يلي معقول تصير او ما تصير. لازم هو يحدد قيمته الذاتيه، مش المجتمع والاخر يحدد له اياها، والا بيعيش تحت رحمه الاخر ونظره الاخر له. طيب يمكن احنا عرفنا ان انت بتشتغلي على حاجه جديده هتضاف للسوشيال ميديا بتاعتك، يعني كلمينا على التجربه اللي انت بتحضري لها. هلا حاليا عم بحاول اتناول عده مواضيع بتهم الشباب، بتهم النساء بشكل خاص، لانه موضوع المراه بمجتمعاتنا كثير كثير بتهمني وبيعني لي احكي فيها. وبالتالي عم بحضر لبودكاست مع ضيوف من مختلف هالمجالات، نقدر نناقش فيها موضوع الهويه الشخصيه والاجتماعيه واهميه اكتشاف الذات، وكيف كل واحد من خلال تجربته الخاصه قدر يحدد هويته. يعني جود لك، واحنا فعلا مبسوطين بان انت كنت معانا النهارده، واكيد نتقابل مره تانية لما تعملي البودكاست. نورتي. شكرا جدا ليك.